على مر التاريخ لم تكن مصر رقماً عادياً في معادلات التأثير بالقارة الإفريقية، حيث أدرك المصريون منذ فكر التاريخ أهمية الظهير الإفريقي بالنسبة لبلادهم، وعلى الرغم من أنه كانت تستجد ظروف داخلية أو خارجية تباعد بين مصر وظهيرها الإفريقي، لكن الدولة المصرية كانت سرعان ما تنتبه للأمر وتعيد قطار انتمائها الإفريقي لقضبانه ومساره الصحيح. هذا ما حدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي خطى خطوات جذرية في سياق إعادة ضبط المشهد لتحقيق تقارب أكبر مع دول القارة الإفريقية، وخاصة بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في فبراير عام 2019، حيث كان للقاهرة دور كبير في توصيل صوت القارة السمراء للعالم وتعزيز الاستثمارات داخل القارة الإفريقية، فضلاً عن التمثيل القوي للقارة السمراء في المحافل الدولية. ومن أجل تعزيز السلم والأمن في إفريقيا، قام الرئيس السيسي خلال اللقاءات الإفريقية الثنائية والجماعية بالتقريب بين كينيا والصومال، وكذلك دعم سيادته لمبادرة إسكات البنادق في القارة الإفريقية عام 2020، إضافة إلى دور القيادة المصرية البناء إزاء التطورات التي شهدها السودان. ومن أجل التسوية السياسية للأزمة الراهنة في ليبيا، طرح الرئيس السيسي مبادرة حملت اسم إعلان القاهرة، تشمل مقترحاً بوقف لإطلاق النار، كما دعا سيادته للتعاون بين دول الساحل والصحراء وغيرها من دول شمال إفريقيا العربية. وعليه فإن أفاق التعاون المصري العربي الإفريقي تنامى يوماً تلو الآخر، لا سيما في ظل مشروعات كبرى كالربط الكهربائي وشق الطرقات الدولية وإطلاق وتفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية الكبرى، وهي أكبر دفعة للتعاون الاقتصادي بين دول القارة. وعلى صعيد العلاقات بين مصر والشعوب الإفريقية، بذلت مصر جهوداً كبيرة في الاتجاه، فنظمت مصر منتدى الاستثمار في إفريقيا والملتقى الاقتصادي العربي الإفريقي، وأصبحت أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، وصدرت توجيهات لكل أجهزة الدولة المصرية من أجل تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كل المجالات، والتي نفذت العديد من برامج التعاون في كافة مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والري والدبلوماسية والبيئة والشباب والرياضة والصناعة، وكذلك بناء الكوادر والقدرات البشرية وغيرها. ليس هذا فحسب، بل عملت الدولة على توجيه مبادرات كثيرة لدول القارة الإفريقية مستفيدة من الخبرات والتجارب المصرية في مختلف المجالات. لكن المجال الصحي نال جزءاً كبيراً من اهتمام الرئيس السيسي، خصوصاً القضاء على فيروس سي في القارة السمراء، فأطلق سيادته مبادرة مصرية من أجل القضاء على فيروس سي لمليون إفريقي، وذلك كان في مارس من عام 2019. وفي العام ذاته كلف الرئيس وزيرة الصحة بإطلاق مرحلة جديدة من حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين في مصر، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي المنعقد في أسوان عاصمة الشباب الإفريقية. كما سعت مصر لنقل خبراتها لدول القارة الإفريقية في علاج الملاريا، فضلاً عن تقديم وحدات للغسيل الكلوي لأديس أبابا. وفي ظل أزمة كورونا التي شهدها العالم، لم تنسى مصر أشقائها الأفارقة، حيث أسرع رئيس السيسي بتكليف الجهات المعنية بإرسال المساعدات اللازمة لإعانة القطاع الطبي في عدد من الدول الإفريقية، منها الكونغو ديمقراطية وجمهورية زامبيا. يأتي ذلك في إطار حرص مصر على إثراء عمقها الإفريقي عبر مساعدات إلزامية فرضتها معايير الإنسانية والجغرافيا المشتركة. لم يتوقف الدور المصري في إفريقيا عند الجوانب السياسية والاقتصادية،
بل امتد للجوانب الرياضية، حيث اختيرت مصر لتنظيم البطولة الكروية الأهم داخل القارة، وهي كأس الأمم الإفريقية لعام 2019. وبهذا ستظل مصر نقطة التلاقي والرقم الصحيح في عالم يبحث عن السلام والاستقرار من خلال الخطط والاستراتيجيات التي انتهجتها الدولة المصرية بقيادة قائد حكيم، ولم تكن عشوائية أو انفعالية، بل قامت على أساس برنامج الاتحاد الإفريقي 2063 وبرنامج الأمم المتحدة 2030 من أجل تحقيق الطموح القاري للتنمية المستدامة.